تفرجوا يا عبيد كرا بالحاكم مش طلع تفرجوا الميليتير تفرجوا الجيش فاش يطلع يا معلم انا في كورنيش المرسى تو شوفوا العرض لحظه كرافت ميليتير اجبد وقعد كرافت ميليتير شكاك كبير تفرج الميليتير هاو السيرية مال هكا يا ميلاد يا خليك الله مش بينا مش سوى الميليتير يا جماعة اعذروا له شايب من الجيش الوطني عبيط عاد تحارب عليه في سزمة وهو بيراميد في جبوليت مش حليل هذا يتكسر هاي كرم هاي